نصل الآن مشاهدينا إلى فقرة ضيف، وفيها سنناقش الكتاب الجديد الصادر عن منشورات ملتقى الطرق مصطفى اليزنسني الحكيم الصادق، وهو تكريم لهذا الصحفي الكبير والذي صدر خلال هذا الأسبوع بمبادرة من إدريس اليزمي والمحجوب الهيبة وبمساهمة عدد من أصدقاء الراحل ورفاقه من كتاب وصحفيين وحقوقيين، وعن أهمية هذا المؤلف التوثيقي وعن سيرة الفقيد المهنية. يسعدنا أن يكون معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير في شؤون الثقافية والإعلامية الدكتور سعيد كبريت. دكتور مساء الخير. مساء الخير حسام، دمت دائما سالما. دكتور، يعني ما دلالة هذا الإصدار خاصة من زاوية تكريم هذا الصحفي الكبير؟ بالفعل حسام، مبادرة احتفاء تكريم تقدير واعتبار بمبادرة منشورات لكروازي دي شيما ملتقى الطرق في صيغتها الإلكترونية جراء ظروف الجائحة بطبيعة الحال، إلى حين زوالها بمشيئة المولى ستصدر الطبعة الورقية. مبادرة من هذه المنشورات ومبادرة من الحقوق المغربي إدريس اليزامي بمعية الحقوق كذلك المحجوب الهيبة، من أسماء حقوقية إعلامية أدبية حاولت أن تسائل هذا المسار المهني النضالي الإعلامي والحقوقي، وكذلك محاولة لبعث بوارق رسائل تخص السيرة الحياتية لسي مصطفى اليزنسني رحمه الله، الذي كان بالفعل نبع غطاء ونبوغ إعلامي صحفي، مدرسة للتسامح، كان بالفعل خيار واختيار في العلوم في الثقافة في المعرفة، وبتواضع الحكماء كما جاء العنوان الأصلي لهذه الطبعة، بتواضع الحكماء بصمت وزهد المتصوفة كان يقبل على عشق الحياة وعلى العطاء في مجالات كثيرة خاصة في المجال الإعلامي، وهو المدرك لي والرجل الذي استطاع أن يتحدث ألسن العربية الفرنسية الإسبانية والعبرية، كان ضليعا في الترجمة، جاي العديد من الرواد من الكبار من محمد العربي المساري، محمد الطنجاوي، محمد باهي، عبد الكريم غلاب، غيرها من الأسماء التي يمكن القول بأنها بالفعل كانت هي معين ومرجعية الإعلاميين والصحفيين المغاربة اليوم. ولا ننسى أن تجربة الرحيل اقترنت بالدرجة الأولى بجريدة الميثاق وجريدة المغرب الفرنسية، وكذلك جاور كثير من صناع القرار على المستوى الوطني، وأبدع في صناعة الخبر سواء على المستوى الصحافة المكتوبة في جرائد كانت تروم إلى حزب الشيوعي المغربي تقدم الشراكية اليوم في وقت علي يعتى رحمه الله، وكذلك في وكالة المغرب العربي، ويمكن القول كذلك أن الراحل اشتغل في تجارب مهدت لجيل جديد من الإعلاميين، حيث استقطب الكثير من الأسماء خاصة آنئذ التي عانت من تجربة الاعتقال السياسي. أذكر مثلا سي محمد أجار الذي استطاع أن يستقطبه إلى ممارسة الإعلام وممارسة الصحافة. طيب دكتور سعيد، يعني دائما في سياق الحديث عن حياة هذا الصحفي الكبير وتجربته الإعلامية، هل يمكن القول اليوم أن الصحافة المغربية اضطلعت منذ الاستقلال بوظائف شتى ومسؤوليات جسيمة أنيطت بها على مستوى التأطير والتوثيق التاريخي وتشكيل الرأي العام؟ الجواب حاسم حسام، لأن الصحافة المغربية، ولاحظ معي أنني أقول الصحافة وليس الإعلام، لأن الصحافة من الصحيفة الجريدة على وجه التحديد كانت بمثابة الذاكرة الجماعية، وهي ما تزال إلى يوم الناس هذا، ويمكن القول وهنا نستحضر ونستذكر بعض الأسماء
التي كانت بحق تمارس العمل الصحفي، ولكن هي في ذات الآن تمارس السياسي. نستحضر مثلا تجربة عبد الخالق الطريس، المكي الناصيري، بالحسن الوزاني، عبد الرحيم بوعبيد الذي كان يصوغ افتتاحية جريدة الاستقلال الفرنسية 1944، واللي كانت بمثابة توجيه سياسي للحركة الوطنية، بل كانت بمثابة أيقونات ورموز بين مكونات الحركة الوطنية وبين السلطان محمد الخامس رحمه الله. يمكن نستحضر كذلك محمد معنينو وعبد الهادي بوطالب ومحمد مسودة، كل هؤلاء يمكن نقولوا كانوا المنبت الحقيقي للفعل الإعلامي السياسي من أجل المقاومة، من أجل حركة وطنية استطاعت بالفعل أن تقدم للمغرب الشيء الكثير. وهنا يمكن القول حسام بأن الصحفي دائما أو الصحافة دائما هي بمثابة الوثيقة التاريخية، الوثيقة الآنية والراهنة. ومن هنا يمكن القول أن تجربة صحافة الرواد والعمداء مثلا مع سي محمد العربي المستاري رحمه الله هي تجربة مثلا محمد حسنين هيكل، حيث اقترن الفعل الإعلامي والصحفي بالفعل التاريخي، يعني استنتاج الوثيقة التاريخية. ومن ثم يمكن القول أن الإعلامي والصحفي هو بمثابة مؤرخ الراهن والآني من أجل البحث عن الحقيقة. نعم، طيب الآن دكتور سعيد، يعني هل من مقارنة بين ما واجهه جيل مصطفى اليزناسني وما تعيشه الصحافة المغربية في المرحلة الراهنة التي تحكمها مبادئ الخط التحريري اليوم؟ بدون شك إذا كان جيل الراحل هو جيل يمكن نقوله استطاع أن يكون جيل مخضرم بين الجيل الذي نعتناه بجيل الحركة الوطنية، جيل المقاومة اللي قدم في مجال الفعل السياسي، مجال الفعل الفكري والتنشئة الاجتماعية. الإعلام أنا إذن لم يكن فقط من أجل الإخبار، من أجل الترفيه، من أجل المعرفة، لكن كان بمثابة تشكيل وعي وطني وصناعة رأي عام وطني من أجل نصرة القضايا الوطنية الأساس، ولكن قضية التحرير وقضية الاستقلال على وجه التحديد. اليوم ونحن نعيش في قرية كونية، نعيش ليس الصحافة ولكن نعيش الإعلام والتواصل بفتح. الدكتور سعيد لا نسمعك جيدا، في بعض الأحيان لا نسمعك جيدا. نعم، قلنا في الوقت الذي هناك انفتاح. نعم، نعيش الآن هذه القرية الصغيرة، أصبحنا نعيش الإعلام والتواصل وليس الصحافة، لأن الإعلام والتواصل اليوم هو مكمن معرفة الشعوب وثقافة الشعوب والبحث عن الحقيقة بالولوج إلى منصات رقمية وغيرها. لذلك يمكن القول أن جيل اليوم هو جيل الإعلام، هو جيل التقني على وجه التحديد، هو جيل تحكمه دفاتر تحملات، يحتكم إلى مواثيق قاعات التحرير، إلى خط تحريري حسب المرجعيات وحسب المنبر وحسب الغايات والمقاصد، في حين أن الجيل السابق هو جيل استطاع أن يمارس الصحافة من مناحيها المختلفة وبمرجعياتها المتعددة. طيب دكتور سعيد، يعني ألا ترون بأن انخراط يعني جيل الراحل مصطفى اليزناسني في مجال الكتابة الصحفية هو بمثابة تعاقد مجتمعي سياسي وفكري مع جمهور القراء اليوم؟ بطبيعة الحال بشكل ملموس يمكن القول بأن جيل الراحل مصطفى اليزناسني ومع الكثير من الأسماء، نستحضروا مثلا عبد الله السلوكي، نستحضروا في التلفزيون العربي الصقلي طاهر بالعربي اللي استطعوا إثارات المسمع ورؤية المستمع والمشاهد المغربي. نستحضروا كذلك مع في النساء فاطمة بالعربي جريدة لوبينيون، كل هؤلاء كانت كتحكمهم منظومة من المرجعيات وهي طرق باب الحقيقة
بمهنية رفيعة، ويمكن القول أن ثقافة هؤلاء، وإن كان الكثير منهم لم يكن خريج المعاهد ولم يكن خريج الجامعات الكبيرة، ولكن هم من خريجي الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية المناضلة، استطعوا بالفعل أنهم يوصموا مغرب الاستقلال بكثير من تميزه والكثير من الفرضة، بل كانوا يمارسون مهنة الإعلام من منظورها النضالي، بخلاف اليوم الإعلام هو رقم تأجير وهو انتساب إلى المهنة بصياغ مختلفة. إضاءات قيمة على مسار الصحفي الكبير مصطفى اليزناسني. شكرا جزيلا الخبير في الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور سعيد كبريت، شكرا على هذه المداخلة القيمة.